دلوقتي نروح لأخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة مع مراسلتنا العزيزة سالة حامد، هي موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف إيه الجديد كمان في النادي الأهلي والكواليس في الرياضات كمان المختلفة. يا سالة صباح الخير والفل عليكي، سامعينك، تفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوندو حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه وكمان الانشطه المتعلقه بجميع اللجان في جميع فروع النادي الاهلي. خلينا نبتدي معاكم باللجان اللي موجوده في جميع فروع النادي الاهلي. يمكن شفنا يعني الفتره الماضيه يا كريم ونهاوندو انه اللجان يعني جميع اللجان سواء لجنه الطفل، لجنه المراه، لجنه ذوي الهمم، اللجنه الثقافيه، لجنه الشباب، وكمان يعني لجنه الرواد، الجميع يعني نظم العديد من الندوات والحفلات والانشطه يعني خلال الفتره الماضيه، وشفنا نجاح يعني جميع الندوات دي والانشطه، ولسه مستمرين يعني حاليا في ان هم يقدموا يعني افضل حاجه لاعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه. ويعني ان شاء الله يوم السبت القادم لجنه المراه تحت رئاسه الاستاذه انهار انديل يعني بالتعاون مع الاداره التنفيذيه وتحت اشراف اللجنه العليا للجان هينظموا يوم السبت المقبل ندوه لعضوات واعضاء النادي الاهلي هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره الساعه 6 امام شاشه العرض، الشاشه الرئيسيه، وهتكون الندوه تحت عنوان سلامتك تهمنا، وهتكون متواجد فيها يعني جميع عضوات النادي الاهلي وكمان الدكتور محمد سلامه خبير السلامه المائيه والاسعافات الاوليه، واللي هيكون متواجد عشان يجاوب على جميع اسئله اعضاء وعضوات النادي الاهلي اللي هتكون متعلقه بجميع الامور المتعلقه يعني بالاسعافات الاوليه وكمان كيفيه التعامل مع المصابين. يعني حد شاف يعني حد مصاب مثلا لا قدر الله، هل هيتعامل معاه ازاي، المفروض يعمل ايه في الوقت المناسب، كل الحاجات دي هيجاوب عليها الدكتور محمد سلامه، وكمان مبادئ الاسعافات الاوليه. فده كله ان شاء الله هيكون يوم السبت القادم الساعه 6 امام شاشه العرض، الشاشه الرئيسيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره. خليني بقى اروح للفريق الاول لكره القدم تحت قياده الكابتن سامي قمصان القائم باعمال المدير الفني لفريق الاول بالنادي الاهلي، واللي امبارح يعني هو والجهاز الفني وجميع اللاعبين ختموا استعداداتهم والتدريبات قبل مواجهه غزل المحله النهارده في تمام الساعه 9:30 مساء على ملعب استاد الاهلي والسلام في الجوله 22 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يمكن امبارح يعني كابتن سامي قمصان كان متواجد هو وكابتن سيد عبد الحفيظ قبل المران، يمكن كابتن سيد كان موجود مع اللاعبين وكان بيتكلم معاهم شويه وبيحفزهم قبل المباراه يعني نظرا لاهميتها في بطوله الدوري، كمان يعني المباراه التمرين عفوا يعني شهد يعني حضور رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب واللي كان برده موجود عشان يعني بيطمن على الفريق وكان بيحفزهم قبل مواجهه غزل المحله النهارده. ويمكن يعني كابتن سامي قمصان قبل يعني التدريبات يعقد زي محاضره فيديو مع اللاعبين كان بيتكلم عن يعني كافه الامور المتعلقه بالمباراه سواء يعني الامور الخططيه او الفنيه عشان طبعا الفريق يعني يكون جاهز بشكل كامل للمباراه. ويمكن كمان قبل التدريبات بالكره كابتن سعد الحفيظ يعني قبل فتره الاحماء يعني بالاخص اتكلم معاهم شويه وقال لهم يعني انه لازم يعني نفوز، مفيش بديل تاني للفوز يعني في المباراه دي، لازم نفوز ولازم يعني نحصل على الثلاث نقاط يعني عشان طبعا نرجع تاني لمركزنا الطبيعي وهو المركز الاول في تدريب الفرق في جدول الدوري الممتاز لكره القدم. كمان دكتور اسامه مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين كان متواجد في المران امبارح يا كريم ونهاوند بدل يعني كابتن والدكتور احمد ابو عبله عشان يعني نظرا يعني للامور يعني الموجوده دلوقتي ان هو مسافر مش موجود، فكان هو موجود بداله وطمنا على الثنائي محمد عبد المنعم واليو ديانج. يمكن محمد عبد المنعم كان بيعاني الفتره الماضيه من اصابه في العضله الضامه وقال لنا يعني ان حالته مطمئنه وانه هيكون موجود الفتره القادمه مع الفريق ويمكن هيرجع يستكمل التدريبات بعد مباراه غزل المحله مباشره عشان يكون جاهز الفتره القادمه ويشارك في جميع المباريات. يمكن امبارح كان موجود في المران يعني كان بينفذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بيه عشان يتعافى من الإصابة، وكمان اليو ديانج كان موجود ويعني اكتفى ببعض التدريبات في صالة الجيم وبعد كده في ملعب مختار التيتش اكتفى بأنه هو يعني يستكمل برضو البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بيه بالجري حوالين الملعب.
وكمان يعني الدكتور أسامة مصطفى طمنا على أليو ديانج وإنه إن شاء الله الفترة القادمة هيتعافى من الكدمة في الركبة اللي كان بيعاني منها بعد يعني ما كان بيشارك مع منتخب المالي الفترة القادمة. ويعني إن شاء الله هيكون برضو متواجد مع محمد عبد المنعم في التدريبات الجماعية بعد مباراة غزل المحلة. يمكن دي كانت كل أخبارنا النهاردة يا كريم ونهواند الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وكمان جميع اللجان بالنادي الأهلي. إن شاء الله يعني بتمنى النهاردة الفوز والتوفيق لفريقنا في مباراة غزل المحلة. أكيد أنا معاك يا نهواند ومعاك يا كريم لو في أي سؤال. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. الكلام ليك يا نهواند طبعا. لا تخطيطك أكثر من رائعة يا سالم، نشكرك عليها جدا حبيبتي، ميرسي.